بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ناخذ أول محاضرة لطالبة الدراسات العليا قسم الرياضيات كلية العلوم لمادة الإحصاء الرياضي بعنوان Advanced Statistical Inference من قبل الأستاذ المساعد الدكتور سداد خليل إبراهيم. في البداية راح ناخذ بعض التعاريف البسيطة اللي ماخذيها إحنا في مرحلة البكالوريوس. راح ناخذ الديفينيشن الاول ليت دي راندوم فيريبل عندي من اكس 1 الى حد الاكس ان بي اندبندنت اند ايتش راندوم فيريبل هاز دي كومون بروبابيليتي دنسيتي فانكشن اف اوف اكس ذن دي راندوم فيريبلز من اكس 1 الى حد الاكس ان ار دي راندوم سامبل اوف دي سايز ان فروم ذا ديستريبيوشن بروبابيليتي دنسيتي فانكشن اف اوف اكس. يعني اذا كانت عندي متغيرات عشوائيه من اكس 1 الى حد الاكس ان بتكون هاي متغيرات مستقله وكل واحدة من هاي المتغيرات العشوائية لها دالة كثافة احتمال مشتركة f of x then تمتلك دالة كثافة احتمال مشتركة then هاي random variables من x1 إلى حد x n أقول عليها the random sample of the size n ذات حجم n من توزيع معين يمتلك دالة كثافة احتمال معينة اللي هي بصيغة f of x. يجي التعريف الثاني any function of the observation من x1 إلى حد x n random variables عندي أي دالة إلها مشاهدات من x1 إلى حد x n أو متغيرات عشوائية which does not contain لا تحتوي على unknown parameter على معلومات غير معلومة أقول عليها أسميها called statistic. نيجي نأخذ أمثلة على التعريف الثاني. إذا كانت عندي من x1 إلى حد x n random sample عندي عينات عشوائية من توزيع يمتلك دالة كثافة احتمال f of x theta then summation xi with x bar with x1 زائد x2 with x1 are all called اسميهم the new statistic. لكن ال y اللي هي تساوي لنا x minus mu على سيجما وال z اللي هي تساوي x زائد mu are not statistic. ليش؟ because this later function contain تحتوي على unknown parameter. نجي ناخذ التعريف الثالث definition any statistic t of x that is used to estimate some function of the unknown parameter theta where g of theta اسميها is called an estimator and the value of the statistic قيمة هاي the statistic is called the estimate اسميه تقدير. هسه نيجي ناخذ example. We may say x bar is an estimator for the mean mu but x bar is an estimate for the mean mu and also s square is an estimator of the variance sigma square but s square is an estimate for the variance sigma square. ناخذ طرائق التقدير. عندنا طريقتين لتقدير المعلومات المجهولة. الطريقة الأولى الأسلوب الأول أو الأسلوبين لتقدير المعلومات المجهولة. الأسلوب الأول هو اللي أسميه point estimation والأسلوب الثاني اللي هو interval estimation. والpoint estimation عندنا عدة طرق لتقدير المعلومات المجهولة اللي هي maximum likelihood moment estimation وغيرها اللي أخذناها بالكورس الأول. لكن الinterval estimation راح إحنا نركز دراستنا على تقدير الفترات. The estimation there are two types of the estimation that can be done as a point estimation and an interval estimation. هسنجي it is called a point estimation if a single numerical characteristic can be found from the observation in the sample for the unknown parameter theta and it is called the interval estimation if a range of the numerical characteristic it is or an interval of the values can be found for the unknown parameter in the observation. نيجي ندخل بتقدير الفترة. أول موضوع رح ناخذ الـ interval estimation. أول شيء نقدر الفترة العشوائية. قبل ما أوجد الفترة العشوائية أعرف شنو الفترة العشوائية. الـ random interval هي an interval at least one or whose end point is a random variable will be called a random interval. يعني هي الفترة التي تكون على الأقل إحدى نهايتها يكون متغير عشوائي. For example, let x تتوزع مربع قايد درجة حرية 16. What is the probability
that the random interval x وثلاثة بوينت ثلاثة x contain تحتوي على the point x equal 26.3 and what is the expected length of the interval. أريد أوجد طول الفترة العشوائية وأريد أوجد الفترة اللي تتضمن النقطة x 26.3. هسه نجي أول شيء نوجد احتمالية عندي x. أول شيء النقطة هي تنتمي إلى الفترة عندي x وثلاثة بوينت ثلاثة x. إذن 26.3 تنتمي إلى النقطة x وثلاثة بوينت ثلاثة x. إذن أحط 26.3 بين ال x والثلاثة بوينت ثلاثة x. أجي بعمليات رياضية بسيطة، آخذ الجهة اليسرى أقول 26.3 هي أكبر من x و 26.3 هي أقل من 3.3 x. بعمليات رياضية بسيطة أخرج قيمة ال x من الشطر الأيمن، راح تطلع x أكبر من 7.97. إذا صارت عندي x محصورة هي أكبر من 7.97 وأقل من 26.3، إذا حولت الفترة العشوائية إلى فترة اعتيادية. إذا الـ probability 26.3 أكبر من x أقل من 3.3 x هي تطابق الفترة x أو تكافئ الفترة x أكبر من 7.97 أقل من 26.3. نجي نطبق الآن عمليات الرياضية أو الخطوات الرياضية للخواص الاحتمالية. نجي probability x أكبر من 7.97 أقل من 26.3 تساوي احتمالية x أقل من 26.3 ناقص احتمالية x أقل من 7.97. هسه بما أن الـ x هي جاية تتوزع مربع قاي بدرجة حرية 16، نروح إلى جدول التوزيع مع المربع قاي in the appendix اللي موجود ملحق بكتاب بوب that this probability is almost 0.9 أو نقول 0.9 يعني probability x أقل من 26.3 قيمة جدولية أخذناها من جدول توزيع مربع قاي بدرجة حرية 16 طلعنا هو 0.95 ناقص probability x أقل من 7.97 هي 0.05 ويطلع 0.9. إذن وجدت قيمة الفترة العشوائية اللي هي النقطة عندي x 26.3 تنتمي إلها x و 3.3 x. نجي نريد توقع طول الفترة حسب القانون يقول expected value b minus a. ال b شنو وال a؟ اللي عندي فترة هي x و 3.3 x، معناها a هي قيمتها x وال b هي قيمتها 3.3 x. نجي نقول expected value 3.3 x ناقص ال x تساوي expected value 2.3 x، وهاي القيمة الثابتة يخرج خارج ال expected حسب خواص التوقع. إذا 2.3 expected x ويعطيني 2.3. هسه نجي نقول ال x هي شنو جاي توزع توزيع مربع قاي بدرجة حرية 16، شنو ال expected value لها لتوزيع مربع قاي؟ هي ال x نفسها، إذا يصير 2.3 في 16 ويطلع 36.8. ناخذ أول تمرين، ناخذ المثال الثاني عفوا. Let the random variable x has the probability density function f of x تساوي e to the x. عندي متغير عشوائي x إلى دالة كثافة احتمال f of x هي تساوي exponential minus x و x محصورة بين 0 و infinity و 0 في أي مكان آخر. احسب the probability that احتمالية the random interval إن الفترة العشوائية مالتي x و 3 x include تضمن the point x equal 3. وأريد المطلب الثاني، أريد expected value the expected value توقع طول الفترة العشوائية. هسه نجي أول مطلب نقول أول شيء نحدد إن الـ x مالتي النقطة هي 3 تنتمي للفترة x و 3 x، يعني 3 محصورة بين x أكبر من x وأقل من 3 x. نجي نأخذ الجزء الأيسر منها إن هي x أقل من 3، والجزء الأيمن هي 3 هي أقل من 3 x. بعمليات رياضية بسيطة نجريها على الطرف الأيمن راح نقول x أكبر من 1، إذا صارت عندي x أكبر من 1 أقل من 3، إذا تحولت من الفترة العشوائية إلى الفترة الاعتيادية بالشكل التالي. إذا صارت عندي x تساوي 3.3 اللي هي 3 تنتمي إلى x و 3 x، يعني 3 أكبر من x وأقل من 3 x، تطابق الفترة مالتي x أكبر من 1 أقل من 3.
وبما انه عندي داله كثافه الاحتمال مالته f of x تساوي exponential minus x، يعني مو توزيع معين حتى اعرف اني داله كثافه الاحتمال واجي اطلع مالته.